السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. استخاره بالقران الكريم للمجموعه الاولى والمجموعه الثانيه. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدم. بصوا بقى مجموعة رقم 1 ومجموعة رقم 2. طيب احنا مجموعة رقم 1 هي الشمعة الحمراء والسبحة الزرقاء، السبحة الخضراء. طيب المجموعة الأولى رقم ألف ب ت س جيم ح خ دال زال ر زين سين شين صاد ضاد. دي المجموعة الأولى أصحاب الشمعة الحمراء، أصحاب السبحة الخضراء. طيب المجموعة رقم 2 أصحاب الشمعة الزرقاء، أصحاب السبحة السوداء. الحروف إيه؟ ط ظ عين غ ف قاف كاف لام ميم نون ه واو ياء. طيب هنركن دلوقتي مع جنب مجموعة رقم 2 وهنبدأ بسم الله بمجموعة رقم 1 زي ما انتوا شايفين اهي، اصحاب الشمعة الحمراء، اصحاب السبحة الخضراء. طيب على الحبيب وركزوا معايا، ويلا انزلوا ادعموا الفيديو بتاعكم باللايك الجميل. عايزة اقول حاجة، التصوير بالكاميرا الامامية فالصورة بتدي معاكم العكس، عشان بس ايه في كومنتات كتير بتقول ان انت ماسكة المصحف غلط. لا، هي الكاميرا بس. نشوف مع بعض الاستخارة بتاعتكم يا مجموعة رقم 1. بسم الله. صورة ايه؟ صورة يوسف. يعني انتوا شايفين صورة يوسف اهي، صورة يوسف. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب المجموعة رقم 1 شايلين هم كبير جدا، شايلين حمل فوق الدنيا على كتفهم، عندهم خير الفترة اللي جاية، بس انتوا حاليا مهمومين، حاليا قلبكم مكسور، حاليا انتوا عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم ورق بيخلص، عندكم حاجات في المحكمة بتخلص، البعض منكم هنا عنده امور مضايقاه وشايل هم الدنيا على كتفه. كمان الفترة اللي جاية دي انتوا هيكون عندكم مكان جديد هتروحوه، البعض منكم ممكن يكون عنده طريق سفر مفتوح قدامه، عنده حلم هيتحقق الله اعلم، بس في حاجات غايبة منكم والحاجات دي ليها سعر او ليها تمن كبير ولحد الان انتوا مش لاقيينها. البعض منكم كمان بدأ يصلح من أخطاء كان بيعملها، في مشاكل بينكم ما بين أهل، ما بين أحبة، ما بين إخوات، على ورث، على أمور. الفترة دي كمان أنتوا من أكتر الفترات اللي أنتوا عصبيين جدا، في أمور عصبية عليكم، في أمور مضايقاكم، في أمور خانقاكم، في أمور أنتوا أخدين على خاطركم من ناس لعبت عليكم أو أكلت حقكم، وبالفعل حقكم متاكل من أهل أو من أحبة أو من ناس مقربة ليكم. كمان انتوا هنا في مكان هيجمعكم بينكم ما بين حد، والمكان ده هيكون عبارة عن عزومة، عبارة عن لمة، هيبقى فيه قعدة وهيبقى فيه كلام بينكم ما بين الناس دي. البعض منكم كمان في كذبة مكذوبة عليه، حد كاذب كذبة عليكم ولحد الان انتوا مش معرفتوش الكذبة دي. في رسالة هتجيلكم، والرسالة دي انتوا منتظرينها بقالكم مدة، انتوا على موعد ان انتوا تاخدوا حقكم من الناس اللي ظلمتكم. الناس اللي ظلمتكم كتير، كمان انتوا هنا هتشهدوا شهادة حق، قدامكم باب والباب ده مفتوح وحلو جدا، حاولوا ان انتوا تستغلوه وتبعدوا عن الناس السوء. 99% منكم هيكون عنده تغيير مكان، عنده نقلة جديدة، عنده حياة جديدة، او هو اخد قرار الحياة الجديدة الله اعلم. لكن انتوا الفترة دي بدأتوا تحبوا نفسكم وبدأتوا تبعدوا عن الناس ازياكم. انتوا عندكم تأنيب الضمير وعندكم عذاب النفس، ودايما بتاخدوا على خاطركم من اقرب مليكم. خلوا بالكم من فتنة، من مرات اخ، مرات عم، من مرات حد عندكم ما بتحبش غير نفسها، كذابة وضلالية. يعني ايه ضلالية؟ يعني بتكذب كتير، يعني بتحور كتير. فانتوا لازم بقدر المستطاع الفترة دي تاخدوا بالكم من نفسكم، لان انتوا خلاص بإذن الله الفترة اللي جاية هيكون في امور جديدة. عندكم بعض الاعراض اللي بتظهر لكم على جسمكم، على حياتكم، احلام مزعجة، كوابيس، علامات في الجسم، طاقة سلبية مأثرة عليكم. لكن الفترة اللي جاية هيكون في امور مستجدة، عايزاكم ترتبوا اموركم وتطلعوا من الطاقة السلبية اللي مأثرة عليكم، وتبصوا لنفسكم بحياة مختلفة او بشكل مختلف، لان انتوا هنا محصورين في الطاقة السلبية اللي على قلبكم.
اليومين دول هقول لك ان هي من اكتر الايام اللي انت شغال على نفسك، من اكتر الايام اللي انت عندك طاقة. لو انت بتفكر كويس وقاعد كده شوية هتلاقي ان الايام دي عندك طاقة ما جاتلكش قبل كده. شغال او عايز تشتغل، عندك احلام قدام عينك الفترة دي بطريقة كبيرة جدا، حاطط كذا حاجة قدامك وشغال عليها. رغم ان انت عندك تفاؤل بس انت واخد بالك كويس جدا من ناس حواليك. عايزاك بقى تخلي بالك الفترة دي اكتر من ناس منافقة. الناس المنافقة دي اكل معاك عيش وملح، واكلين شاربين معاك وانت مديهم زيادة عن حجمهم، وده اكبر غلط انت بتعمله. طيبة قلبك وعاطفتك الزايدة وحساسيتك بتوقعك في مشاكل. في ناس بتقصدها ان هي توصل لك كلام سلبي علشان انت تقلب على الشخص اللي معاك، او ان انتوا يبقى عندكم نفور. وبالفعل البعض منكم عنده نفور في علاقاته، نفور في حياته بشكل مختلف، ودايما بتوزع عليك الطاقة السلبية. عندك حب متبادل من حد، في حد بيحبك جدا او انت بتحب حد جدا، بس انت خايف من ردة الفعل اليومين دول. ليه حيران وليه مخنوق رغم ان انت عندك طاقة ايجابية؟ عندك هنا انفراجات حلوة، دايما قلبك متعلق بحرف الميم. حرف الميم ده بينك وما بينه كلام او ابراج نارية، بينكم وما بينها كلام، علاقة، اشخاص، في كلام يخص الابراج دي. والحرف الام ده دايما بيظهر لك في كل قراءاتك، وده بيدل ان الشخص ده مازال موجود في حياتك ومازال بينكم كلام او بينكم مواضيع بتتفتح. كمان الفترة دي عايزاكم تاخدوا بالكم كويس جدا من اي نفاق عليكم او من اي ظلم عليكم او من اي كلام سلبي يضايقكم. عندك اكتشاف او عندكم اكتشاف، انتوا هتكتشفوا، يا اما هتكتشفوا خيانة، يا اما هتكتشفوا حاجة معينة في حياتكم. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هيكون عندكم نور من بعد الظلمة اللي انتوا ماشيين فيها، او من بعد الطريق اللي انتوا تعبانين ومخزولين منه. فمش عايزاكم تقلقوا خالص الفترة دي، عشان الفترة دي هتكون فترتكم انتوا، هتكون انتوا تغيراتكم انتوا بالشكل اللي انتوا محتاجينه. انتوا عندكم هنا طاقة او اكتر من طاقة بمعنى اصح بتتوزع عليكم. هنا انت عندك حيرة او عندك توتر شوية بسبب اللي انتوا بتكتشفوه. عندك احلام، الاحلام اللي عندكم دي هتتحقق باذن الله علشان انتوا حاطينها ببالكم وشغالين عليها. ورغم ان الطاقة الايجابية اللي عندكم بس احلامكم وخيالكم واسع جدا الفترة دي، عندكم كذا تفكير في كذا حاجة، في كذا حاجة شغلة بالكم، كذا حاجة عايزين تسعوا عليها. البعض منكم انتوا هنا قاعد وبيفكر ازاي يشتري الحاجة اللي عايز يهديها لحد، او الحاجة اللي عايز يعملها بالشكل المختلف. كمان انتوا عندكم حد عمل عملية الفترة دي، او حد ناوي يعمل عملية، انتوا هتقفوا معاه وهتساعدوه جدا. انتوا عاطفيين زيادة عن اللزوم، ودايما اللي في ايدكم مش ليكم. بس اكتر مشكلة عندكم الايام دي من ازماكم هي العصبية الزايدة، عصبيتكم زايدة جدا، توتركم زايد جدا، بتنفعلوا على اي حاجة، وعشان كده دايما عندكم وجع في المعدة، وجع في الجسم بشكل كبير جدا. انتوا مشكلتكم انه متقلبين المزاج، لو حد قال لكم على حاجة بتصدقوها على طول. عايزاكم تخلوا بالكم من النقطة دي، بلاش تصدقوا اي حد يقول لك حاجة بسهولة، او بلاش تصدقوا. البعض منكم ممكن يكون عنده وقف حال في مجال شغله، او عنده وقف حال مفيش حاجة بتتم عنده، مفيش حاجة بتكمل عنده بسبب الكلام وبسبب المواضيع. انت والشريك دايما في مشاكل، انت والشريك دايما في حيرة، انت والشريك دايما في ضغوط، انت والشريك دايما في مفيش قبول، او في قبول بس مفيش حب، مفيش تفاهم. دايما انت والشريك نائر ونقير، حاطين نقركم من نقر بعض، هو عصبي وانتوا عصبيين، والوضع ده مش عاجبكم خالص. ودايما كده بتحاولوا ان انتوا تدفعوا لقدام، بتقولوا احنا مش، ما ينفعش الوضع ده معانا. دايما في مشاكل زي ما قلت لكم، وفي ضغوط، فلازم تطلعوا من اللي انتوا فيه، وبتطلعوا وتمروا كده بحاجات جديدة، او بمعنى اصح طاقات جديدة، عشان الطاقات السلبية دي ازياكم. من بعد وقف الحال في طاقة تانية خالص. في كمان هنا حد عايز يزوركم الفترة دي، حد هيجي لكم مفاجئ وهيبقى يتكلم معاكم، هيزوركم، هيجيب لكم حاجة معاه، الله أعلم. بس الشخص ده ناوي يزوركم أصلا من بدري، بس لسه ما جاش الوقت المناسب. بلاش المشاكل اللي بتحصل على الفاضي وعلى المليان. انتوا لسه قاطعين علاقتكم مع حد،
او لسه قاطعين يعني موضوع كده مع حد، عندكم مرات اخ سامة ما بتحبش غير نفسها، العمارات الاخ دي دايما كده حقودة، فيها غل فيها حقد دايما كده، بتديك طاقة سلبية، وشها اصلا ما يبشرش بالخير خالص. فخلوا بالكم من مرات الاخ دي علشان كلها حقد. بسم الله، هنا انتوا ناويين تكشفوا، ناويين تزوروا الطبيب، ناويين تعملوا حاجات جديدة في شكلكم. البعض منكم عنده مشكلة في عينه، البعض منكم عنده مشكلة في شعره ومشكلة في بشرته، ناويين تغيروا من نفسكم. في مبلغ حلو جدا من المال جاي لكم، المبلغ اللي جاي لكم ده بسم الله ما شاء الله عليكم. أول حاجة هتطلعوا حاجة لله، هتبدأوا بقى تجيبوا اللي ناقصكم، تجيبوا اللي انتوا محتاجينه، هيبقى في تجديدات حلوة. وخلوا بالكم انتوا بتفكروا تهادوا حد هدية، يا إما تليفون، لا اما حاجه معينه، الله اعلم. تفكيركم دايما ايجابي، بس اللي جاي لكم على قد اللي رايح. دايما الفلوس معاكم متبخره بسبب اللي انتوا دايما بيقولوا عليكم، او بمعنى اصح ان انتوا دايما محطوطين في خانه الطمع. في حد عايز يستلف منكم فلوس، او حد عايز يكلمكم على فلوس، او انتوا مكلمين حد على فلوس، الله اعلم. في شويه وجع في الجسم عندكم، في شويه توتر، في شويه خوف، دايما بيظهر لكم على غريبة في الجسم من غير اي سبب. قلة النوم عندكم مش طبيعية، قلة النوم عندكم واخدة جزء كبير جدا في حياتكم، ودي طبعا حاجة معذباكم اول فترة دي، ومخلياكم مضغوطين من كل الاتجاهات. عندكم حد مسافر، او حد ناوي يرجع من الغربة، عندكم سفر، يا اما انتوا عايزين تسافروا او بتخططوا بمعنى اصح لسفر، لاما انتوا ممكن الايام اللي جايه دي يكون في طاقه ايجابيه باذن الله، وفي اخبار حلوه. انتوا بتفكروا في حاجات كتيره جدا، اكتر من حاجه شغله بالكم، اكتر من حاجه في سعي عليها، وفي طاقات مختلفه. بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا عندكم حب الهوس، انتوا في حد مهووسين بيه جدا، في حد بتحبوا تشوفوه، حد بتحبوا تتكلموا معاه، حد حاطينه في بالكم، مستنيين منه رساله، مستنيين منه مكالمة، الله أعلم. تسديد الديون اللي عندكم ده هيكون خير جدا ليكم. انتم ممكن يكون عليكم ندر عايزين توفوا بيه، عايزين تطلعوا نفسكم من اي مشاكل او من اي ضغوط. الحياة عندكم هتبدأ تاخد وتدي، هيبدأ تحرير من علاقة سامة او تحرير من قيود. انتم مكتفين الفترة دي في عدم اتخاذ قرارات خالص، او في عدم اتخاذ خطوة جديدة او خطوة مختلفة. في شوية امور عندكم بتحاولوا ان انتوا تطلعوا منها، وتحاولوا ان انتوا تجددوا من اي حاجة في حياتكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، هنا في خبر حلو جدا. الخبر الحلو ده هيبرد النار اللي جواكم، او هيبرد القهر والظلم اللي انتوا خدتوه او شفتوه من الناس مقربة ليكم، كانت اكل معاكم عيش وملح، ناس عشتوا معاها فترة من اليأس والظلم، الله اعلم. او بمعنى اصح خروج افاعي، افاعي جلدها ناعم وشها بشوش، بس هي عبارة عن افاعي، يعني ما زالت افاعي موجودة في حياتكم. كمان باذن الله هنا ربنا هياخد لكم حقكم من ناس ظلمتكم واكلت حقكم في مال، في حق كامل متكامل. انتوا عندكم حرمان من اطفال، او في لاما في اطفال بعاد عنكم انتوا محرومين منها مش عارفين تشوفوهم، لاما في طرف بيتدخل في حياتكم مخليكم دايما حاسين بالوحده والظلم. انتوا اطيب من قلبكم مفيش، بس الخيانات والغدر والطعن ده عامل لكم جزء كبير جدا من حياتكم، مخليكم دايما بتعانوا ودايما عندكم نفور وضغوط نفسيه. بس الفتره اللي جايه انتوا هتقفوا على ارض صلبه، او هتقفوا على مركز عالي، هي هتقابلوا حد عالي. انتوا البعض منكم شغال شغلانة كويسة جدا، او البعض منكم مقدم على شغلانة كويسة جدا، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيكرمكم من حيث لا تحتسب، بس دايما خليكم صابرين. رافعين راسكم لفوق بشكل كبير جدا، دماغكم مرفوعة، رقم 5 ده بيميز لكم هدف انتوا حاطينه في بالكم. انتوا دايما بتحبوا تكونوا رقم 1،
بالفعل انتوا انتوا رقم واحد ده مميز جدا بالنسبه لكم. عندكم هنا انفراجات من بعد الضيق، من بعد الخناقه، من بعد المعاناه والظلم اللي انتوا شفتوه في حياتكم، ربنا هيعوضكم باذن الله خير. بس دايما خلي عندكم طاقه ايجابيه ودفعه لقدام. كمان انتوا هنا حصل فراق بينكم وبين حد كان عزيز على قلبكم بسبب الظروف اللي حصلت او بسبب التعب النفسي اللي حصلت. حد عزيز على قلبكم اتوفى، حد عزيز على قلبكم فارق الحياة فجأة، وانتوا من بعده اتزعلتوا على الشخص ده او زعلتوا على الحد ده. في كام موقف عندكم، يعني اكتر من موقف في حياتكم، انتوا حاطينه في بالكم، كل ما تفتكروا المواقف دي ما بتصدقوش ان الوقت ده حصل او ان الحاجات دي حصلت. بصوا هنا، هنا الاطفال اللي عندكم دي، في حد، في طفل عندكم عمل عمليه، او طفل انتوا ناويين تعملوا له عمليه، الله اعلم. في طفل عندكم نفسيته تعبانه او في حاجه في جسمه وجعاه وانتوا زعلانين على الوضع ده. لو في واحده ست عندكم بتتفق على اذاكم او عايزه تاذيكم، فهي عايزه تاذيكم من الحقد والغل اللي جواها، مش ان هي ان انتوا عملتوا لها حاجه، انتوا اصلا ما بتعملوش حاجه لحد، بس هي جواها غل وجواها حقد اتجاهكم. دايما بتدوروا على الاحتواء وتدوروا على الحب وعلى الحنان، وبتدوروا على الطاقات اللي فيها خير ليكم. بس عايزاكم تخلوا بالكم من استغلال، تخلوا بالكم من شخص عامل حبيب وصديق، وهو اصلا ولا عامل ولا حبيب ولا صديق، هو اخ اخبث من خلق الله، مش هتلاقوا. فدايما اقول لكم خلوا بالكم من النقطه دي، واحذروا شويه من اي عراقيل او من اي ضغوط مسببه لكم ضغط نفسي او مسببه لكم حيره، او بمعنى اصح وجع سلبي على حياتكم. طاقتكم هنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الطاقه بتاعتكم مرفوعه وجميله وكلها خير ليكم، وعندكم دفعه لقدام او عندكم طاقه حلوه جدا انتوا هتوزعوها على نفسكم. ومهما تلاقوا اشخاص بتاذيكم، اتاكدوا دايما انه بيؤذوكم علشان انتوا ناجحين. طول ما انتوا بتتاذوا اتاكدوا دايما ان انتوا ماشيين صح. العين دايما ما تحبش تشوف اللي احسن منها، ودايما اقول لكم خلوا بالكم من النقطه دي. هنا كمان في حاجه اختفت من حياتكم، الله اعلم كانت علاقه بينكم وبين حد، او كان موضوع معين بينكم وبين حد، فجاه الموضوع ده انتهى، فجاه العلاقه دي انتهت، فجاه لقيتوا نفسكم ان انتوا ماشيين في طريق خطا، الله اعلم ايه اللي حصل عندكم. بس في تعويض من بعد الزعل ومن بعد التوتر اللي انتوا فيه. كمان شايفه ان الحزن اللي جواكم او الالم اللي جواكم ده هيتبدل 180 درجة الفترة اللي جاية، وهيبقى فيه أمور حلوة هتجددوها أو هتطلعوا من اللي انتوا فيه. دايما أقول لكم كمان إن انتوا عشتوا جرعة من الألم، عشتوا جرعة من الظلم والخيانة. دايما مفيش كانت في حاجة بتكمل في حياتكم، في حياتكم العاطفية، العاطفية دايما كانت تعبانة، العاطفية دايما كانت فيها توتر وفيها حيرة. بس ان شاء الله بإذن الله عندكم طاقة حب، طاقة تجديد في حياتكم، عندكم كده القلب هيبدأ يبقى فيه نغزة حب، هيبقى فيه كده ضربات قلب سريعة من ناحية الحب، في تجديد في حياتكم العاطفية. بس انتوا في سر، السر ده موجود في حياتكم، لا اما مخفي لا اما السر ده انتوا مستنيينه يظهر، الله اعلم. بس انتوا عندكم سر الفتره دي، وعندكم طاقه حلوه جدا هتديكم امل للحياه بشكل مختلف. كمان انتوا من كتر الضربات اللي جات لكم ومن كتر اللي انتوا شفتوه، بدا القلب يكون اقوى عن الاول، بدا تحسوا كده ان قلبكم مختلف، انه الضربات دي علمتكم ان انتوا تصبحوا اقوى من الاول، تصبحوا اشخاص تانية مختلفة، تغيير بشكل كبير جدا عندكم، طاقة ايجابية من بعد الظلم والخيانة ومن بعد كسرة القلب اللي انتوا شفتوها اكتر من مرة. القلب عندكم يعتبر مقسوم اتنين، وده حد عرف فعلا يضحك عليكم، وده من طيبة قلبكم. وانا كنت دايما اقول لكم تخلوا بالكم من خطواتكم، وتخلوا بالكم من اي حد ممكن يكون عايز يوقعكم من اي حاجة. انتوا الفترة دي بتحاولوا تحصلوا نفسكم من العين ومن الطاقة السلبية ومن العراقيل. عندكم بداية جديدة، البداية دي هتتحول لحب واعجاب مع شخص انتوا حاطينه في بالكم. كمان بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في
خبر، الخبر ده هيكون عبارة ليكم عن طاقة إيجابية أو طاقة ليكم متعلقة بعيدة عنكم. كمان انتوا حد يعني انتوا حد انتوا كنتوا عشمانين في حد عشم زايد، أو كنتوا باصين لحد كده بشكل مختلف أو بشكل تاني خالص، وقررتوا ان انتوا تتعاملوا معاه بحب وبطاقة إيجابية في مناسبة عائلية حلوة، وسماع أخبار تخص صديق ليكم أو تخص حد عزيز على قلبكم، تخص حد عندكم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني هتكونوا متفوقين وهتكونوا متألقين، وهيكون عندكم خبر حلو أو طاقة تانية أو استثمار لحاجة جديدة، الله أعلم. بس في تجديدات، في طاقات، في أمور حلوة انتوا هتحققوها الفترة دي. انتوا كل تركيزكم الفترة دي ان انتوا تخرجوا من الضيق اللي انتوا فيه وتطلعوا لطاقة ايجابية وتبصوا لحياتكم بامور بشكل مختلف. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طاقتكم دايما عالية ودايما راسكم مرفوعة، بس عندكم توشيش في افكاركم، صداع، حيرة، ضغوط، الله اعلم، بس عندكم كذا حاجة في تفكيركم مضايقاكم او معصباكم. كمان البعض منكم بياخد علاج صحيا، عندكم في مشكلة بتحاولوا تحسنوها صحيا، بس خلوا بالكم انتوا في حد بيجيب في سيرتكم. الحد اللي بيجيب في سيرتكم ده لو انتوا بتحسوا دايما بدوخة، بنغزة، بتحس ان انتوا مش قادرين تاخدوا نفسكم خالص كده، فجأة تحط ايدكم على قلبكم بتحس ان انتوا مش قادرين تاخدوا النفس، ده تأكدوا انه بيبقى في نميمة عليكم من اشخاص مقربين ليكم. عندكم هنا حد من ابراج ترابية، حد من ابراج معينة حاططكم في باله وانتوا عايزين تاخدوا حقكم منه، يعني انتوا 24 ساعة بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، في اللي ظلمنا وفي اللي جه علينا واحنا كنا دايما كويسين مع الاشخاص اللي ما تستاهلش. عايزاكم كمان تمسكوا على ايدكم شوية في مصاريفكم، في الدخل بتاعكم، علشان انتوا فلوسكم متبخرة بشكل كبير جدا، رغم ان انتوا بتحاولوا تاخدوا علاج او تعالجوا المسألة دي، بس الفلوس عندكم متبخرة، ودي حاجة مخلياكم مش عارفين تفكروا ولا عارفين تعملوا اي حاجة لقدام. كمان بإذن الله، بإذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى، هيكون في صفقة حلوة او هيكون في طاقة تانية، الطاقة دي هتديكم دعم لقدام. الصفقة دي ممكن حد يعرضها عليكم بعد كام يوم، هيكون في خير، الخير القادم ده ليكم هيكون طاقة تانية خالص، او هيكون دعم ليكم من اشخاص اكل معاكم عيش وملح. وكمان اقدر ابشركم بكوكب هيكمل عندكم وهيبقى النجم بتاعكم عالي، ومن خلال النجم بتاعكم العالي ده هيبقى فيه استثمار او هيبقى فيه عقارات، هيبقى فيه طاقة تانية خالص. انتوا الوضع اللي انتوا فيه صعب وبتحاولوا ان انتوا تشوفوه حاجات مختلفة. كمان عندكم مكالمة، المكالمة دي حلوة، المكالمة دي هيبقى فيها كمان طاقة إيجابية وهيبقى فيه أمور حلوة. عندكم موقف، الموقف ده انتوا هيبقى مفاجئ ليكم، ومن خلال الموقف ده هيحصل لكم حاجة حلوة أو حاجة جديدة بإذن الله، وهتتحول العلاقة اللي عندكم لعلاقة إيجابية وفرج بفضل ربنا. كمان انت هنا ممكن يبقى فيه رزق الأيام اللي جاية دي، الرزق ده هيبقى ليكم انتوا فتحة خير في طاقات او فتحة خير حلوة، في فرحة بتتحضر لك في الطريق بتاعك، بس عايزك تخلي بالك كويس جدا، انتوا هيبقى في لمة عندكم وهيبقى في قعدة لطيفة، بس انتوا الفترة دي تخلوا بالكم كويس جدا من مرحلة الاكتئاب اللي مأثرة عليكم او من طاقة الاكتئاب. انتوا عندكم حالة اكتئاب رهيبة، وده بسبب ان انتوا طاقتكم خلصت على ناس ما تستاهلش، ودايما اقول لكم حطوا حاجز بينكم وبين حد. عندكم اكتر من سؤال في دماغكم، عندكم اكتر من حيرة، اكتر من حاجة مضايقاكم. اي نعم في اختلافات بينكم وما بين حد، بس انتوا بتحاولوا تستحلوا بالهدوء، وبتحاولوا ان انتوا تدخلوا في مرحلة هدوء او مرحلة منعزلة عن الناس. بس عايزة اقول لكم ان بعد ما تدخلوا في مرحلة الاكتئاب، مرحلة الخنقة دي اللي انتوا فيها حاليا، هتطلعوا منها اقوى من الاول، وهتطلعوا تبتسموا وهتقولوا لو كنا نعرف ان الحالة دي كانت هتودينا للي احنا فيه ده، فان شاء الله باذن الله الامور اللي عندنا هتتظبط. عندكم كمان حد هيستشيركم في كلام او حد هيستشيركم في حاجة معينة، والناس اللي بتسأل على الوظيفة اللي هي مقدمة عليها، فانتوا عندكم قبول باذن الله، بس دايما تخلوا بالكم من اليومين دول علشان في حالتكم صعبة وغريبة ومش عارفين كده في ايه.
كمان ما بقيتوش حابين تتكلموا مع حد خالص، وطول الوقت ساكتين من اقرب حتى الناس ليكم، علشان دايما بتقولوا اقرب الناس لينا كانوا الفترة دي ادونا دروس كتيرة جدا في الحياة، علمتنا وخلونا ان احنا اشخاص مختلفة. بس برضو ارجع واقول، من كتر التفكير اللي انتوا بتفكروا فيه او البعد عن الشريك او النفور اللي بيحصل عندكم، ده مخليكم ساكتين وما بتتكلموش عن اي حاجة في حياتكم، قلبكم من جوه نضيف. وده اكبر خطأ، ان انتوا بتتعاملوا بنظافة قلبكم مع الاشخاص اللي في حياتكم. دايما اقول الاشخاص اللي في حياتكم ممكن تكون عايزة تتعامل بنفس المعاملة، ولو انتوا فكرتوا كويس جدا هتلاقوا نفسكم انتوا كنتوا كويسين مع الاشخاص دول، وفجأة هما اللي اتقلبوا عليكم وقت ما شربوا من خيركم، ووقت ما حسوا ان انتوا مش هتقدروا تستغنوا عنهم، او بمعنى اصح طمعوا فيكم، بدأوا ان هما ييجوا عليكم. وعشان كده انتوا البعض منكم بيعاني الفترة دي من بعض التشوش على التفكير، او بمعنى اصح من بعض الحاجات اللي عمال يفكر فيها وما بتحصلش. مشكلتكم ان انتوا لو عايزين يعني بتتكلموا كتير جدا عن الحاجة اللي انتوا عايزين تعملوها، ودايما اقول ان ده خطأ. دايما اقول ما تتكلموش خالص عن اي حاجة انتوا عايزين تعملوها، واكتموا وداروا. طول ما انتوا كاتمين ومتداريين، الحاجة بتاعتكم هتكمل من غير تفكير او من غير اي حاجة انتوا تعملوها، بس اكتموا. وبين كده نكون خلصت استخارتنا لمجموعة رقم واحد، ودلوقتي هنشوف مجموعة رقم اتنين، اصحاب الشمعة الزرقاء والسبحة السود. بسم الله. طيب مجموعة رقم اتنين اهي، تحضر معايا. يلا مجموعة رقم اتنين، اصحاب الشمعة الزرقاء والسبحة السود. بسم الله. طيب هل ترى صورتكم هتطلع ايه؟ وان شاء الله باذن الله تكون اقوى وتكون جميله. بسم الله. برضو طلعت لكم صوره يوسف، يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه. طب احنا هنقفل المصحف تاني وهنفتح صوره مختلفه، وان شاء الله باذن الله تكون صوره برضو جميله. بسم الله. لا كده كتير. برضو طلعت لكم صوره يوسف، يعني انا طب ايه؟ بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صورة النمل، صورة النمل بتدل على الحسد الشديد او بتدل على كسرة القلب. الفترة دي انتوا عندكم مجهود عظيم بتعملوه في حياتكم، لكن عايزاكم تخلوا بالكم من نفسكم، لان انتوا هنا عندكم تحديد مصير الفترة دي، او عندكم امور هتخرجوا من اللي انتوا فيه. البعض منكم هيكون عنده باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى تقييم في حياته وخروج من مكان مسبب له أذى ومسبب له ظلم. عايزاكم الفترة دي تحصنوا نفسكم بقدر المستطاع، لان انتوا هنا حاسين بالسجن، حاسين بالخنقة، وحاسين بالضيق، عندكمش استقرار نفسي خالص، وده اكتر حاجة مسببة لكم وجع وعذاب وتأنيب ضمير. البعض منكم هنا كمان داخل على مرحلة جديدة، داخل على زواج، داخل على استقرار، داخل على تغيير حلو جدا. انتوا عايشين في ظلم كبير من ناس مقربة ليكم، عايشين في امور في كذبة كبيرة من واحدة مسببة لكم اذى. عندكم راجل مش كويس، الراجل ده خبيث، الراجل ده مش كويس زي ما انتوا فاكرين، بيلعب بمشاعر الناس ومش حابب لحد الخير. عايزاكم تخلوا بالكم منه، الشخص ده انتوا عارفينه وممكن تكونوا كلتوا معاه عيش وملح. كمان انتوا هنا هتعرفوا ناس على حقيقتها وهتخرجوها بره حياتكم. عندكم مكسب حلو، والمكسب ده هيكون سريع الفترة دي. عندكم خروج من ضيق في الصدر، او عندكم اعراض بتظهر على جسمكم متكررة، وان شاء الله بإذن الله هتخرجوا من اللي انتوا فيه. في حاجة
حصلت غلط في حياتكم، والحاجة اللي حصلت غلط دي انتوا دفعتوا تمنها كان وانتوا ما كانش ليكم فيها اي ذنب، لكن بإذن الله بإرادة ربنا سبحانه الله وتعالى ربنا هيخرجكم من الامور اللي انتوا فيها حاليا. عليكم او عندكم عرضين، عندكم امرين، عندكم شخصين، عندكم حاجتين انتوا حيرانين فيهم، والحاجتين دول قريب جدا هتاخدوا القرار اللي هتلاقوا فيه الحاجة المناسبة. يوم التلات عندكم ده هيبقى فيه امور هتتخطوها، او هيبقى يوم التلات ده بالنسبة لكم يوم مهم هتعملوا فيه حاجة مختلفة. في حد وعدكم بحاجة والحد ده كذاب، ما عملش بالوعد بتاعه او ما صدقش في كلامه، وعشان كده انتوا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم نور من بعض ظلمة. بعض منكم في حد في حياته عمل له عقبة كشخص، موضوع، حاجة الله اعلم عمل له عقبة. انتوا عندكم سحر بيتجدد، والسحر بيتجدد ده هو اللي عمل لكم وقف الحال حاليا. ان شاء الله باذن الله ربنا في اقرب وقت هيقلب لكم الساحر، السحر على الساحر، لان السحر بيجي لكم من واحده ست، والست دي خبيثه ومش كويسه كمان. انتوا هنا بسم الله ما بقيتوش تخافوا من حد خالص، خلاص بداتوا ترموا ورا ظهركم اي كلام سلبي. في واحده في بنت عندكم، البنت دي تعبانه في حياتها، البنت دي في حياتها العاطفيه مش لطيفه خالص، دايما في مشاكل، ودايما كل الاشرار الرجاله اللي بتعرفها في حياتها بيطلعوا كذابين ومنافقين ومغرورين بيكذبوا عليها. انتوا كرهتوا الكذب، كرهتوا النفاق، كرهتوا الظلم، لكن انتوا هنا العقبة اللي موجودة في حياتكم دي هتتخطوها، وهتحمدوا ربنا قريب جدا على اللي انتوا ربنا هيكرمكم بيه. اكتر حاجة لازم تعملوها الفترة دي ان انتوا تحصنوا النفس، تحصنوا بيتكم، تمسحوا البيت بمية وملح علشان تحصين بيتكم، لان الحسد واخد جزء كبير جدا من حياتكم. ضغوط نفسية في شغلك، رغم ان عندك خروج من المحنة اللي انت بتمر بيها، بس عندك كذا ضغط نفسي في شغلك، شغال 24 ساعة، او بمعنى اصح طول الوقت مدي الوقت الكافي والزايد اللي عن اللزوم في شغلك. صحتك في النازل، مش مهتم بصحتك، وده خطأ جدا. انت بتشتغل علشان تعافر، مش علشان تيجي على صحتك، علشان تبني مستقبلك. صحتك في النازل، ودي حاجة خطأ جدا. البعض منكم عمل فحوصات، البعض منكم اشتغل على صحته وبرضو عنده ضغوط نفسية. عندك هنا قعدة حلوة او لم شمل، انت عندك لم شمل مع الشريك، او هي هتصفي حساباتك مع الشريك، انت جاي على الشريك او الشريك جاي عليك، محدش حاسس بحد، ولا انت حاسس بيه ولا هو حاسس بيك، انتوا ليكم المظاهر بينكم وبين بعض، وده طبعا خطأ جدا. حصل عندك سوء اختيار في حاجة، في شخص او في شخصية او في حاجة معينة، وزعلته جدا، رميتوا طوبة ناس كتيرة جدا من حياتكم، وخرجتوا افاعي من برضو من حياتكم. ليه؟ بسبب الحقد والغل اللي حصل عندكم في حاجات مضايقاكم، او حاجات بمعنى صح انتوا مريتوا بيها. الفترة اللي جاية هتكون قاعدة صلح ليكم، او قاعدة مواجهة مع حد، والحد ده انتوا هتبصوا في عينيه، هتعرفوا هو عايز يقول ايه، وفي نفس الوقت هتاخدوا قرار حاسم او قرار تاني. من وقت للتاني كلامكم بيكون دبش، وكلامكم بيكون شديد جدا، او كلامكم بيكون طاقة سلبية، وده خطأ جدا. بلاش تزعلوا نفسكم، او بلاش تزعلوا الشخص اللي قدامكم بسبب الكلام اللي انتوا بتقولوه، يزعلكم، يزعل الطرف التاني منكم. عندكم صديق، الصديق ده بيحبكم جدا، وواقف معاكم في كل الاحوال بتاعتكم، وحتى لو حصل معاكم ايه هتلاقوه واقف معاه، وهتلاقوه دايما بيدعمكم، ودايما عايزكم تكونوا احسن حد. بس خلوا بالكم من اي امور بتضايقكم. عندك برضو صديق تاني، الصديق ده عدو ليك، ما بيحبش غير نفسه، ودايما بيحاول يوقع الاشخاص ما بينه وما بين بعض، فانت بتمر بضيق وخنقه بسبب ان انت حاسس ان حياتك بدات تصفصف وبدات تفوق لنفسك بشكل ايجابي، فما تقلقش خالص. انت هنا كمان عندك طاقه انتظار، الله اعلم انت منتظر ايه، لا اما منتظر مبلغ، لا اما منتظر حد معين، لا اما منتظر طاقه تانيه، الله اعلم. بس انت في طاقه انتظار، متهيألك ان انت عايز تخرج من الوضع اللي انت فيه، بالفعل انت عندك خروجه. في كمان مكالمة بحد أكبر منك في السن، مستنيها بقدر المستطاع. المكالمة دي ممكن تكون مكالمة حلوة ليك، طاقة إيجابية، الله أعلم، بس أنت مستني المكالمة دي، آكل شارب نايم كل انتظارك في المكالمة دي. عندك مولود، بسم الله ما شاء الله، المولود ده زي القمر، لأن عندكم أنتوا عندكم كلام يخص أطفال،
لا اما هيكون في حمل تخص اطفال، لا اما هيكون في طفل عندكم زي القمر الله اعلم، بس في طفل عندكم زي القمر. الطفل ده معرض دايما للعين، زي ما بيقولوا بمعنى صح معرض دايما لاشعه الشمس، فلازم تداروا عليه علشان ما يتعبش. هو دايما معرض للتعب ليه؟ بسبب الحسد الشديد اللي من المقربين في الجيران عندكم، في الناس اللي هي بتشوف الطفل ده على طول. في هنا كمان خروج من حاجة مسدودة عليكم، أو نور من بعد الضلمة اللي انتوا فيه حاليا. كمان في نفس الوقت هتسمعوا حاجة، لإما هتسمعوا موضوع، لإما هتسمعوا خبر، لإما هتجيلكم رسالة، في حاجة متعلقة بالحاجة اللي في دماغكم ومخلياكم مش عارفين تناموا. في خيانة أو حد متعدد العلاقات، أو انتوا في علاقة تانية، في طرف تاني، طرف تاني متعمد ان هو يدخل بيتك علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر يخربه، مش علشان خاطر يشوفك انت محتاج ايه او انت محتاجة ايه. في خلوا بالكم من الاطراف التانية اللي بتدخل علشان تخرب البيوت العمرانة، يعني ممكن تكون شايفاكم كويسين بينك وما بين الشريك او ما بين الطرف التاني، تدخل هي تقلب الموضوع قلبا تاما، فتخلوا بالكم من النقطة دي. انتوا دايما بتقعوا في خطأ، دايما بتوقعوا نفسكم في خطأ، بتوقعوا نفسكم في طريق شك في موضوع مش تبعكم، وفي حد بيدور وراكم بكل الطرق. انت ممكن تكونوا فاكرين ان الشخص ده بينام ومرتاح، بالعكس الشخص ده 24 ساعة بيدور وراكم، هو بينام بعين وبيفتح بعين التانية، ما وراهوش حاجة غير ان هو يكشفكم، يدور في اوراقكم، يدور في تليفونكم، يشوفكم ايه دنيتكم، يشوف بتعملوا ايه. فتخلوا بالكم من النقطة دي. الفترة دي فترة جميلة ليكم، مميزة، في اوضاع حلوة، في طاقة ايجابية، في فرحة، في امور بتتحضر لكم، بس دايما تخلوا بالكم. ليه؟ علشان العيون. انتوا من وقت للتاني حاسين انه انت مفيش تواصل مع الناس المقربة، ممكن تكون قطع ناس كتيرة جدا، قطع اهل، قطع احبة، ده برضو بسبب الضغوط اللي انت بتمر بيها، انت محدش حاسس بيك، كله جاي عليك والبيبان متقفلة، عندك تعبان بيلعب في حياتك، متبدل الالوان، شوية حبيبك وشوية عدوك، شوية عايز مصلحتك وشوية عايز يخرب بيتك. ليه؟ علشان الشخص ده متقلب المزاج، طول ما هو متقلب المزاج هتلاقي عنده حقد جواه وغيرة، فلازم تخلوا بالكم ولازم تبصوا للحاجة اللي هتجدد من نفسكم. والخروج المحنة اللي هتخرجوها دي هتكون أمور حلوة. من وقت للتاني بتجيلكم نغزة، دوخة، بتجيلكم كده ضربات قلب سريعة، الوضع اللي انتوا فيه مش عاجبكم بكل الطرق، دايما الهم، دايما الحيرة، دايما الضغوط النفسية، فعشان كده انتوا بتحاولوا تخرجوا من المحنة اللي انتوا فيها. في خير جاي لكم، والخير ده هيتوزع على ارض بيتكم، او بمعنى اصح في فرحة هتعوم على الكل وهتحضروا لها، وهيبقى في طاقة ايجابية، وهيبقى في زينة حلوة، هيبقى في تغيير حلو، هيبقى في طاقة كده، طاقة حب كده. من وقت للتاني انت بتشتاق لايام زمان، بتشتاق لوقت كنتوا متجمعين فيه كلكم، وقت كده كنتوا لطفة، وقت فيه كان حب، كان كلام حلو، الله اعلم، بس من وقت للتاني بتشتاقوا لوقت معين في حياتكم، فلازم تطلعوا من اي خنقة او اي ضيقة انتوا بتمروا بيها، ولازم تاخدوا نفس عميق، العبوا رياضة، جددوا من نفسكم. انتوا من وقت للتاني بتحسوا بتكتيف، حد مكتفكم، حد مخليكم مش عارفين تتكلموا، عندكم حسد شديد في البيت، انتوا محسودين في ارض بيتكم، فلازم تحصنوا البيت. في واحدة من الاخوات دي بتحبكم جدا، بس هي عايشة في دوامة، عايشة في توها، حاولوا تطبطبوا عليها، حاولوا تشوفوها عايزة ايه، حاولوا ان انتوا تتكلموا معاها بقدر المستطاع. في حد عندكم هيعمل عملية، او حد هيعمل عملية، الله اعلم، في حد عندكم هيدخل العمليات الفترة اللي جاية، وبإذن الله هتكون العملية بسيطة وهيطلعوا احسن من الاول، فما تقلقوش خالص علشان انتوا عندكم قلق رهيب. كمان عندكم حد بيشتكي من خشونة في الجسم، او خشونه في يعني خشونه في الجسم كده، الحد ده تعبان او نفسيته تعبانه، مش قادر يمشي على رجليه، ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه، بس قولوا له ان هو ينتظم على العلاج اللي عنده، او ينتظم على الادويه اللي بياخدها، وبلاش يهمل في صحته، او بمعنى اصح يهمل بنفسه. عندكم هنا الطريق، والطريق اللي انتوا ماشيين فيه ده عمالين تفكروا فيه وتحسبوها يمين وشمال، من الطريق ده خايفين.
مين بقى اللي الشخصية اللي مش حابه لكم الخير اللي انتوا فيه، او مش حابه لكم اللي انتوا تكونوا في نفس المكان؟ اي نعم ربنا بينجيكم طبعا، وربنا بيحبكم وواقف جنبكم، بس برضو هي مازالت موجودة ومش حابه لكم الخير، وعمالة تحقد وتغل اتجاهكم معرفش ليه. انتوا فوضتوا امركم لله وقلتوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن يكون عندكم رجوع مع ابراج مائية، هيبقى فيه رجوع وهيبقى فيه طاقة ايجابية باذن الله، بس حاولوا تلموا شوية على الشريك، حاولوا تلموا شوية من الطاقات السلبية اللي عندكم بسبب الضغوط، لموا بمعنى اصح على الشريك، علشان انتوا اللي بتتعبوا بيه. انتوا سهل جدا تدخلوا اطراف تتدخل في حياتكم، اطراف تحسدكم، اطراف تتكلم عليكم، فخدوا حذركم. يعني ما تدوش الحد الامان، ما تفتكروش ان الحد اللي هيطبطب عليكم النهارده هيفضل طول عمره يطبطب عليكم، هيجي في وقته وهيقلب عليكم، فانتوا ما تدوهوش الفرصه ان هو يجي لكم ويقلب عليكم وتتعبوا نفسيا، او الضغوط اللي عليكم تكون شديده. انتوا هنا صداع طول الوقت ماسكين دماغكم، طول الوقت بتشتكوا. البعض منكم عنده عرق نساء، البعض منكم عنده العصب السابع، البعض منكم عصبي طول الوقت، القولون عصبي، لازم تهدوا اعصابكم شويه. القولون عندكم ملتهب، القولون عندكم انتفاخ على طول، غازات غير طبيعيه بسبب ان انتوا عصبيين الفتره دي بقدر المستطاع. حرف الميم، حرف الألف، حرف السين، حرف الحاء، حرف الدال، دول انتوا في علاقات تربطكم بيهم، في لا اما شغل لا اما علاقة قديمة، دول موجودين ما زالت موجودين، ولو انتوا مالكمش علاقة بيهم فمازال في مراقبة، مازال في حاجة معينة، فخلوا بالكم من الأشخاص دول. عندكم ناس سهل جدا تضحك في وشكم، بس من وراكم تعبين، من وراكم الحقد والغل بطريقة رهيبة، بيتكلموا عليكم، بيجيبوا سيرتكم في حاجات كتيرة جدا انتوا مالكمش علاقة بيها، بس انتوا مقررين تشتغلوا وتنجحوا وتعافوا ان شاء الله. بإذن الله، بإذن الله، بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى هتنجح، وورق السفر اللي بالك مشغول بيه ده هيخلص على خير، وهيبقى فيه مصلحة حكومية، مصلحة في محكمة، مصلحة في حاجة معينة، هيبقى فيها نجاح كبير جدا. طيب انت في سر مداري على حد، السر ده مربوط بيك انت شخصيا، فخلي بالك ان السر ده ما يتكشفش لو انت فضلت في الخطأ اللي انت فيه، عشان السر ده انت بقالك مدة عمال تداري فيه، وزي ما قلت لكم اللي عمالة تدور وراكم دي ما بتنامش، دي مش هي بتحبكم بس من كتر ما هي شاكة فيكم، او من كتر ما انتوا اديتوها فرص الشك، او بمعنى اصح انتوا اللي شاكين، خلوا بالكم من اي حاجة ممكن تتكشف عنكم الفترة اللي جاية، الحاجة اللي مستخبية دي تخلوا بالكم منها. في كمان هنا حد عايز يقعد معاكم ويفتح لكم قلبه ويتكلم معاكم ويقول لكم ان انتوا في حاجة غلط بتعملوه، حد عايز يعاتبكم بمعنى اصح. دايما العتاب بيدل على المحبة، بس انتوا قطعتوا الود ده او قطعتوا المحبة دي بسبب ان انتوا شفتوا امور مضايقاكم. انتوا داخلين في كذا حاجة، داخلين في كذا مشروع، البعض منكم عليه ديون وعشان كده زي ما قلت 24 ساعة شغال علشان يسد جزء من الديون اللي عليه، البعض منكم عنده دوخة من غير اي سبب، وده بسبب ان انت برضو عليك دين، فخلوا بالكم من اي حاجة في حياتكم. ليه؟ علشان عندك انت ناس بترسل عليك طاقات سلبية، ممكن تبقى من بعيد تكلمك بالتليفون، وعشان كده انتوا دلوقتي عاملين ايه؟ تليفونكم عامل ازاي؟ انتوا مش انتوا لو ها انتوا لو عليكم ما تمشوش بتليفون اصلا، لو عليكم مش عايزين تمسكوا تليفون في ايدكم. ليه؟ علشان بتقولوا التليفون جايب لنا وجع ومشاكل وطاقات سلبيه، فخلاص في شويه وجع في ظهركم مواجعكم، يعني شويه وجع كده بيجيلكم في ظهركم بطريقه رهيبه. لو حصل عندكم مواجهه او قاعده مع حد الايام اللي جايه بلاش تقولوا كلام سلبي، خلوا بالكم من النقطه دي، في عندكم هم هينزاح باذن الله، وهيبقى فيه طاقة سلبية طاقة إيجابية من بعد الطاقة السلبية اللي انتوا بتعوم عليكم. انتوا في أرض بيتكم مش مرتاحين، في أرض بيتكم في وجع، في شد على طول مع الأطراف الأخرى في البيت،
دايما من وقت للتاني بتحسوا ان انتوا لو بصيتوا لنفسكم في المراية بتحسوا ان انتوا مش انتوا، انتوا ما كنتوش كده، انتوا من الاشخاص اللي نزيهة جدا، من الاشخاص اللي بتحب الحياة، طموحاتها عالية، بتحب التغيير، بتحب اللمة، بتحب الحاجات الجديدة، بس انتوا عندكم طاقة مضايقاكم. ففي هنا لمة حلو او قعدة حلوة او طاقة ايجابية، انتوا من الفترة دي هتحضروا لمناسبة او هيكون في مناسبة حلوة عندكم، المناسبة دي هتكونوا مبسوطين بيها جدا علشان هتديكم دفعة لقدام، ممكن يبقى في عزومة لعيد ميلاد، هتعملوا انت عزومة في ارض بيتكم الله اعلم، بس هيبقى في طاقة حلوة وهتخرجوا من الحالة السيئة اللي عندكم وهيبقى في تحسن للأفضل بإذن الله. البعض ممكن يكون عنده مشروع ناجح، انتوا عندكم حاجة ناجحة الفترة دي هتحصل عندكم بشكل كبير جدا. الحاجة الناجحة دي ان شاء الله بإذن الله هتلاقي كده طاقتكم بدأت تتجدد، بس كمان خلوا بالكم من ان انتوا في علامة، العلامة دي هي عقبة موجودة قدامكم انتوا عمالين تخفوا فيها او عمالين تعفروا علشان تعدوها. العقبة دي ما زالت هي موجودة، والعقبة دي ممكن تكون غلطة، حاجة ممكن يكون قرار خدته غلط، ممكن يكون شخص محطم الحرية بتاعتكم فدي حاجة ندمانين عليها الله اعلم، بس الحاجة دي فعلا غلط في حياتكم وانتم مخنوقين او زعلانين ان الحاجة دي في حياتكم. فلو انتوا عندكم قلق او عندكم تعب او عندكم ضغط او عندكم حيرة الله اعلم الحاجة اللي عندكم ايه، بس في خروج من المحنة اللي عندكم وهيبقى في طاقة ايجابية بإذن الله. كمان انتوا هنا في حد بتحس ان هو بيكلمكم من وقت للتاني، حد كده بتحس ان في وسواس عند ودنكم، في حاجة عمالة مش تسلطكم، في حاجة عمالة تقول لكم ده خطأ ده صح، وانتوا طبعا الموضوع ده مش عاجبكم، وعشان كده انتوا واخدين موقف من حد الفترة دي بشكل كبير جدا، وعايزين تفهموا ايه اللي بيحصل معاكم ده عشان انتوا حاليا مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه سببه او بيحصل معاكم ليه او في ايه او ايه اللي هيحصل. حيرة على طول من وقت للتاني رغم ان عندكم توضيح امر او توضيح علاقة او توضيح حاجة معينة، وبإذن الله هيكون فيه فرحة حلوة، الفرحة دي بإذن الله هتكون دفعة ليكم بشكل عام، وممكن كمان يكون في تواصل مع حد، طاقة مع حد، قاعدة مع حد الله أعلم انتوا ايه اللي هيكون عندكم في تجديد عندكم الفترة دي. انتوا الأمنية اللي حاطينها في بالكم هتتحقق بشكل كبير جدا وهتختصروا حاجات كتيرة جدا، بس في ست عندكم، الست دي بتدعي المحبة، الست دي قصيرة بيضة شعرها حلو جدا لكن هي خبيثة مش حابالكم الخير خالص، الست دي من المقربين ليكم وانتوا حاطين اسطوب بينكم وما بينها، وخايف مش خايفين منها، خايفين يعني من اللي بيحصل حواليكم، عشان كده انتوا زي ما قلتلكم بتحسوا حد بيكلمكم، بتحسوا انه في افكار سلبية هوس عندكم غير طبيعي، وبرضو مش فاهمين اللي بيحصل معاكم ده ايه، فعشان كده بقدر المستطاع بتحاولوا تكتموا على خصوصياتكم، بتحاولوا تكتموا وتداروا غير الاول. في الاول كنتوا اشخاص بتحب الكلام، بتحب ان هي تحكي، بتحب تفرح الناس اللي حواليها، بس خدتوا ايه ان انتوا بتحكوا كل حاجه عن حياتكم وبتحبوا تفرحوا اللي حواليكم، ما خدتوش حاجه غير الوجع اللي انتوا فيه، وعشان كده انتوا عندكم مغامره جديده او خطوه جديده او قعده حلوه باذن الله. ولو حد جه عندكم وعرض عليكم عرض وانتوا حسيتوا ان العرض ده مغري ففكروا فيه بشكل ايجابي، وان شاء الله باذن الله ربنا هييسر الامر اللي عندكم ويتحسنوا من المواضيع اللي شاغله بالكم. انتوا حياتكم جميله وفيها طاقه ايجابيه، بس انتوا اللي مأثر عليكم الايام دي الضغوط في حياتكم الماديه، الماديه عندكم ممكن تكون واقفه شويه او الضغوط عندكم مأثرة عليكم في كذا حاجة، فان شاء الله بإذن الله هيكون فيه مفاجأة حلوة او طاقة حلوة او عرض حلو، طاقة معينة هتتوزع عليكم، مقابلة انتم مستنيينها بقالكم مدة الله اعلم، بس هيبقى فيه تجديد في كذا حاجة هتحسن من الوضع بتاعكم. فانتوا هنا عندكم علامة اكس على موضوع او عندكم علامة اكس على طاقة معينة، هدف معين، موضوع معين، علامة الاكس دي مؤثرة عليكم مخلياكم انتوا ساكتين وحيرانين بكل الطرق، بس انتوا بتحاولوا
حاجة، في حاجة مفقودة عندكم بتحاولوا تعثروا عليها، بتحاولوا تلاقوها، بتحاولوا تدوروا بشكل إيجابي علشان تلاقوا الحاجة اللي ضايعة منكم دي. في فرحة في الطريق ليكم، الفرحة دي هتدعمكم على جميع الأوضاع بتاعتكم، وهيكون عندك التزامات، انتوا عندكم التزامات الفترة دي مطلوبة منكم عشان تجددوا في اللي انتوا فيه. بس دايما اقول امسكوا على ايدكم شوية وحافظوا على مصاريفكم، حافظوا على اللي انتوا عمالين تصرفوا فيه على الفاضي وعلى المليان من غير اي سبب، وخلي المعاملة بينكم وما بين الاشخاص اللي حواليكم بحذر شوية، رغم ان انتوا داخلين على ايام حلوة ليكم، بس انا عايزاكم تتعاملوا بحذر. الشخص اللي عايز يعتذر منك، او الشخص اللي هيجي ويعتذر لك وهيقول لك انا اسف سامحني على غلطة عملتها، او هيفتح دفاتر قديمة، انتوا اللي خرج من حياتكم مستحيل يرجع لها تاني غير بمزاجكم، انتوا عندكم الوضع ده. ففي كمان حد، يعني ممكن انتوا حد هيجي على حد، وانتوا هتدافعوا وانتوا هتتكلموا، انتوا ما بتحبوش الظلم ولا بتحبوا النفاق ولا بتحبوا تكونوا بوشين، فهتدافعوا انتوا. ده انتوا كمان ساعات بتوقعوا نفسكم في مشكلة ازاي، يعني الحقيقة ساعات بتزعل، او حد يجي يسألكم سؤال بتبقوا عارفين ان الحقيقة ممكن تعمل مشكلة كبيرة، بس بتقولوها، بتقولوا الحقيقة واللي يحصل يحصل. فلو حد بيحاول يوقعكم في خطيئة خدوا بالكم وخدوا حذركم. في كمان هنا حد هيتصل بيكم وهيعزمكم وهتروحوا، وهيبقى قعدة لطيفة ولمة حلوة، أمور حلوة، وزي ما قلت البلوك اللي عندكم ده هيتفك، وهيبقى فيه كلام الحد المعين اللي بينكم وما بينه بلوك هيتفك بإذن الله. بس خلي بالكم هنا كمان بإذن الله، بإذن الله في رمز معين، رمز رزق أو رمز خير هيتفتح قدامكم بإذن الله الفترة اللي جاية، أو أنتوا هتحلموا حلم وهتفسروه بالرزق وفي الخير إن شاء الله بإذن الله. رغم إن أنتوا الفترة دي بتحلموا بأفاعي، بتحلموا بتعابين، بنمل، بحاجات كتيرة بتدل على الطاقة التعب أو طاقة الأذى، بس بإذن الله ربك هو اللي هيكون نصرة في كل الأخطاء عندك، وربك هو اللي هيكون واقف جنبك، وهو اللي هيعمل لك كل حاجة أنت محتاجها. فشوف أنت مستني إيه، لو أنت مستني انفراجات مالية ففي تحسنات حلوة وفي طاقة إيجابية. الست او البنوتة اللي من سنكم مغيرانة منكم، او الشخصية اللي من سنكم بتغير منكم، دايما حاسة ان انتوا احسن منها، بتحب تاخد لبسكم تلبسه، بتحب تستلف منكم حاجات، دايما ايه حاسة ان انتوا احسن منها. هي فقد حاجات كتيرة جدا في حياتها فعايزة تكملها من شخصيتكم انتوا. كمان انتوا اشخاص لطيفة جدا، وشكم بشوش على الاخرين، وشكم كده كده كله طاقة ايجابية، كله خبر، اخبار حلوة. المكان اللي انتوا بتدخلوه الناس بتحب جدا تتكلم معاكم فيه. فخلال اليومين اللي جايين دول هيبقى فيه حد هيتكلم معاكم، حد هيدير معاكم حاجة معينة، حد هيديكم طاقة إيجابية، وهيبقى فيه لقاء حلو، طاقة تانية مختلفة، الله أعلم. بس هيبقى فيه تجديد في أمورك أنت شخصيا. ليه؟ علشان أنت طال انتظارك في حاجات كتيرة جدا. ويا رب المجموعة رقم 2 تكون عجبتكم استخارتكم، وان شاء الله بإذن الله نزل لكم استخارات كتيرة وحلوة وجميلة. ما تنسوش طبعا اهم حاجة تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، الاستخارة مجموعة رقم 1 ومجموعة رقم 2 انهي اللي كانت اقوى وانهي اللي حبيتوها اكتر، وبإذن الله بفضل ربنا دايما نكون في استخارات كتيرة.